رندا. ايوه الاسم ده طلبوه الالاف. رندا انا ما طلبتش حاجه والله ما اعرفش، انا كنت بعمل سكرول على الانستجرام لقيت نفسي هنا. وده اسم عربي برضه رندا ده. الحمد لله طبعا عربي وبيتكتب بالتاء مربوطه وبيتكتب ايضا بالالف. ايوه والله العظيم ثلاثه، انا بعاني من الناس اللي بتكتبني بالتاء مربوطه. انا رندا بتكتب ريه الف نون ده الالف، انا صغيره انا عشان يكتبوني بالتاء مربوطه؟ بس يعني ايه اسم رندا ده؟ معناه غريب جدا. يا راجل ما غريب الا الشيطان، هو انا ساعات بيقولوا ان انا غريبه شويه بس عادي. اسم رندا ده هو شجره صغيره طيبه الرائحه. جيت على الجرح واتكيت، طيبه نيله هات اسلام هات هات. وهو الشيء العطر ونوع من البخور، وعود البخور ايضا يسمى رندا. الله، طب ايه صفات رندا؟ لا صفاتي بلاش تقولها على الملأ والنبي وحياة ربنا، الفيديو ده هينزل عشان خاطري ما تفضحنيش. طيبة حنونة. الله فعلا حنونة والله. بشوشة الوجه. أيوة بشوشة، أنا كانوا مسميني في المدرسة أصلا بشوشة الوجه، بيندهوني يقولوا لي رندا يا بشوشة، رندا يا بشوشة كده بالظبط. ابتسامة جميلة رقيقة رومانسية. وأنا جايبني ورا غير الرومانسية. محبوبة من الجميع بفضل الله، يعني الحاجات دي بقى بتاعت ربنا كلها مش عايزين نقر فيها. ده جمال مختلف وجذاب. هو مختلف فعلا، دي الحاجة الوحيدة اللي اضمنها لك، لكن جذاب بقى انا مش هكذب. انيقة رشيقة. كنت رشيقة كنت. متواضعة. كل ده يا رندا واحنا مش عارفين. يا بخت اللي عنده رندا يا جماعة. قول لنفسك، انت جاي تقول لنا؟ فينك يا رندا؟ هو والله انا هو، انا ابعت له اشير لوكيشن. اللي يعرف رندا يشير لها الفيديو ده فورا واكتبوا لنا اساميكم في التعليقات. وايه وشكرا. عفوا انا مش عارفه، حاسه دخلت عليك في وقت غير مناسب. يلا سلام.